بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الثانوية العامة، يا رب تكونوا بخير ومذاكرين وموفقين النهار إن شاء الله. النهاردة وزير التعليم من يدعي أن معه امتحان العربي لطلاب الشعب الأدبية مزور، شوقي يجيب على أولياء الأمور التركيز والانتباه فيما يتم نشره. متابعين لأول مرة رجع الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك ولا تنسوا اللايك حتى ننقل لكم المزيد. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني أن من يدعي أن معه امتحان اللغة العربية لطلاب الشعب الأدبية الذي يعقد بعد قليل هو مزور ومن العام الماضي، وطرح تساؤلات عديدة بشأن صدق ما ادعى تسليم امتحان العربي للشعب العلمية ونشره قبل الامتحان واكتشاف الذين دفعوا له أموالا أنه طالبا محتالا، مؤكدا هل عرفتم أن من نشر أن معه امتحان العربي منذ الأمس وعليه الساعة 4:58 فجرا استخدم فوتوشوب لصناعة هذه الصورة، مؤكدا أن الوزارة وصلت لها آلاف الأسئلة والانتقادات وكأن الامتحان قد تسرب فعلا رغم التزوير الكامل والبهتان. وشدد شوقي في تصريحات له على صفحته الشخصية من موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على أولياء الأمور والطلاب بضرورة الانتباه على قراءة ما يتم نشره على المواقع الإلكترونية، لأن هناك من يستغل قلقهم وتوترهم لإثارتهم ضد النظام الجديد، لافتا إلى أنه تم التأكيد على جميع اللجان الامتحانية بضرورة تسليم أوراق الأسئلة والرشيد الطلاب في ميعاد بدء الامتحان دون أي تأخير. وحث وزير التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور على التفكير والتأمل في من صنع شائعة مثل جمع حليب بعد امتحان اللغة العربية الذي عقد أمس لطلاب الشعب العلمية، وانهال الكثير بالطاولة على الوزارة والدعوات السلبية بدون تحقيق مع المعلومة، مؤكدا أن السبب وراء هذه الشائعة هو تصدير رأي عام ضد التطوير للرجوع إلى الوراء وهدم كل شيء من أجل المكاسب من النظام القديم البائس. جدير بالذكر أن طلاب الشعب الأدبي يؤدوا اليوم امتحان اللغة العربية ورقيا بنظام البابل شيت وبنمط الأسئلة الموضوعية التي تقيس الفهم. وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان سيعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا ووسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحتياط ضد كورونا. وأضاف الوزير أنه تم التنسيق مع الكثير من الجهات والوزارات المعنية لتأمين الامتحانات، لافتا إلى أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستعتبر الأفضل في تاريخ الثانوية العامة. متابعينا لو عجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.